مشاهدينا الحلوين الطعمين اللزاز، اهلا وسهلا بيكم في الجزء الثاني من رحلتنا اللي لسه مكمله حماس مش طبيعي، وحاجات كتيره جدا حصلت في الجزء الاول ما بين الاسرتين الحلوين اللي معانا. اللي عايزه افكركم بيهم معانا اسره محمود واحمد ومامتهم مي ومصطفى، واسره يوسف ومالك ومامتهم اسراء وعمر. خلينا الاول قبل ما نروح نعمل اي حاجه ونبتدي لعبنا النهارده ونبتدي لعبه التسعينات اللي متعودين انها تكون اول حاجه معانا في الجزء الثاني، نروح بسرعه نشوف عملوا ايه امبارح ونرجع على طول. And go. يا محمود صح. النهاردة هتروح لمملكة الطاووس. واحدة واحد أنا كسبت خلاص. هو كسب خلاص فعلا. يا سيدي يا جمال ومال والضغط كتير عليه. لعبة التسعينات النهارده هي لعبة المنديل. طبعا احنا بقى بنعرفكم احنا واحنا صغيرين كنا بنلعب ايه؟ كنتوا بتلعبوها وانتوا صغيرين؟ طبعا. ماشي طبعا. وشكلك كنت مأدي جامد. هنشوف يا مصطفى هتعمل ايه وانتوا ما بتلعبوهاش؟ كنا بنلعب. ماشي، وانتوا لعبتوها قبل كده؟ لا. طب يلا بقى نوريكم احنا كنا بنلعب ايه واحنا صغيرين. هنشوف بقى مين اللي هيجهز. واحد اثنين ثلاثة أربعة. اقف بقى كويس يا محمود. شفت مش واقف كويس، اقف كده. ايوه، واحد اتنين تلاتة أربعة. يلا بينا نقول أربعة. لا 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 لا. برافو يا محمود، يلا ارجع مكانك. يلا لو لمسوا بعض عادي؟ لو لمسوا بعض من غير زق عادي، عشان الزق مش معانا في القواعد بتاعتنا. هنقول على طول اتنين. يا نهار. ايوه يا مي بقى، ايوه يا مي بقى، ايوه بقى، ايوه بقى. هلمس ولا لا؟ ما انا لمست. تلمسي المنديل، خدي المنديل. انا فاكره المس الشخص. انت ما لقيتيش المنديل؟ ايه يا اسراء، ليه فين طفولتك؟ راحت فين؟ لا كنت بره. هنرجعها لك. يلا بينا. ماشي، نقول أربعة تاني. أربعة. خسرتوا البوينت، خسرت البوينت، أنت خسرت، كسبت البوينت. ماشي، طب ارجعوا ورا، ارجعوا ورا. انا اللي هيعدي الخط بتاعه بيخسر. واقفوا ستريت، اقفوا ستريت. واقفين غلط، انتوا واقفين غلط. ايوه، اقف مالك. نقول نقول واحد. الله 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 يا مصطفى. ايوه بقى، الله اكبر. 3 1 للفريق ده اللي بعده. ونقول رقم 3 بسرعه. برافو. 3 طلعتوا. لا 4 1 كده. لا 4 0 عشان هم طلعوا. 4 0. يلا بينا. 4 0 هم خسروا عشان طلعوا. هتخسروا نقطة انتوا كمان لو طلعتوا. نقول بسرعة جدا رقم 4 تاني. برافو برافو برافو. كده 4 1. رجعنا البوينت بتاعتنا. 2 4. لا 1 4 1. احنا استنى بوينت. ما تلخبطونيش، مركز معايا يا أستاذ. ماشي، نقول رقم 2 بسرعة. خليكي بقى قاعدة بقى. أنت أصلا خسرتي. خسرتها. لا لا كملوا مكانك. خسرتها يا احمد. هم بقى 3 1 1. انتوا 3 1. جايب لي حبي. خسرتها 3 1.
ايه ده؟ لا الرقم 3-1. ارجعوا ورا، يلا بينا جاهزين نقول رقم 2 يا ماما. برافو بقى. ايوه يا سيدي يا مي، طلعت مره مش هطلع الثانيه. ماشي 3-2. نقول بسرعه ارجع ورا، ارجع مكانك، ارجع مكانك، ارجع مكانك. مالك انت مش راجع مكانك؟ واقف ستريت، واقف على اللاين. يلا بينا على طول نقول رقم 1. ايوه يا ماما بقى، مصطفى متعلق. معلش بقى نعمل ايه؟ اجري، انت مش عايز تتحرك، اتحرك يا عمرو. روح الجيم كل يوم متأكدة؟ ورينا الجيم يا عمرو. يلا بينا نقول رقم 4. الله، ايه ده؟ برافو. 5-2. 5-2. نقول الرقم، ارجعوا مكانكم، شايفاك يا احمد، ارجع مكانك يا مالك. نقول رقم 1. ايوه يا عمرو بقى، ورينا الجيم بقى. 5-3. ماشي بسرعه جدا، ارجعوا مكانكم، مش هقعد اقول ارجعوا مكانكم، ارجعوا مكانكم اوتوماتيكلي. اقف عدل يا احمد، اقف كويس يا احمد، اقف كويس يا احمد، اقف كويس، اقف كده، اقف ستريت لينا. ادي وشك ليوسف، يوسف ادي وشك ليه استاذ احمد، ونقول مش ممكن رقم 2. الله الله، ايه ده؟ خلاص مش هنتخانق والله، ما هي راجعه خلاص يا حبايبي، مش هنتخانق زي ما احنا. النقطه اللي بعدها رقم 3. الله، يا نهار. روح رياضيه جميله جدا جدا جدا. مرات رقم 4. ايه ده؟ ارجع مكانك. انا 4. ارجعوا 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 ارجعوا. رقم 3. خسرتوا بوينت، خسرتوا بوينت كده. 6-2. عشان هو اتحرك. 6-2. لو اتحركتوا لسه مكانكم تخسروا بوينت من الفريق بتاعكم. ارجعوا ورا، ارجعوا ورا، ارجعوا ورا. يوسف ارجع ورا، محمود قصدي ارجع ورا. يلا نقول رقم 1. الله يا رب. لا كنت بتلعبها، لا كنت بتلعبها كده. 7-2. وكده صعب قوي ان احنا نوصل بقى. فنقول ان كده الفريق ده كسب بجداره في لعبه المنديل. تعالوا على طول نخش على التحديات اللي بعدها ونشوف هيعملوا ايه. بقى الشم أكتر لعبة بحبها جدا، بتبين قد إيه التوافق ما بين الزوجين والمحبة والتضحية والعطاء، هي اللعبة دي والتحدي ده. عارفين هتعملوا إيه طبعا؟ هننشن فين؟ على جوزي. على جوزي. في النص. في النص. ماشي، حضرتك كنت بتشتكي من كوبري الجون بتاعنا. معلش، برنامج أطفال وكده. هطلب من حضرتك إن حضرتك تقعد على رجلك. أوكي. وحضرتك كمان تقعد على رجلك. رجلي ايديكوا بقى لورا، ومش هنستخدم الايدين خالص. معلش، انا عارفه، انا عارفه، عارفه الضهر عنده بقى اصابه بس يعني كده. بس يلا عشان الولاد، عشان خاطر الولاد. ماي، خلص بسرعه. يلا اسراء، جاهزين؟ 1-1 بقى. انا هقول بقى مين اللي عليه الدور. جاهزين؟ ريدي ستيدي جو. يلا يا مي. اه يا مصطفى. الله يا مصطفى. الله. ايه ده؟ هو انت مغمض عينك ليه؟ اتحرك يا بابا. ايوه اكشن، الجون دخل، اعمل اي اكشن. احنا المفروض تصد الكوره حضرتك براسك بقى، بجسمك. انت شايف؟ طيب شايفنا؟ ما خسرناش. يلا 1. يا نشين حبيب. يلا يا مي. الله 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 الله. هو ايه بقى؟ على فكره ممكن، عارف انت فاهم؟ ايه ده؟ انت بتسالني اتحرك ولا لا؟ يلا برافو برافو جدا. يلا 3. مي. لا مي ما ترجمش. حبيبي يلا اسراء. حبيبي شاطر بتقول لك. يلا جبتوا الكوره لبعض. عادي 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 احنا يعني مع بعض. بص يا مي. يلا يا محمود اديها لماما بسرعه. ادي العمر ولا ايه؟ 4 هنا، 4 هنا، 4 هنا. حضرتك مش بتنزل اكشن. 4. حبيبتي بتقول له يلا. 5 يا مي. برافو يا مصطفى. الله. يا سلام، لا عجبتني دي قوي. يلا يا اسراء، مجهود جبار يا فندم. يلا يا اسراء على عمرو. ايوه يا عمرو بقى، نشم بقى يا عمرو بقى. يلا يا مي. 7. انت بتعذبيني؟ انت معايا ولا معايا ولا مع مين بالظبط؟ 7. ليه؟ ممكن نركز بالراحه. ماشي، الثامنه. يلا الثامنه.
الله 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 ماشي إيه يلا يا ماما امسكي الكوره امسكي الكوره يا ماما اتسع يا مي ايه ده ماشي مع نفسك اتسع يا مي مش هنجيبها كده كده مش هنجيبها انا نمت انت بتعذبيني العشرة الاخيره هنشوف واحد صفر ولا اتنين صفر العشرة الاخيره يلا اخر كوره مش يمكن نبقى واحد واحد ما يمكن ما اعتقدش يلا الله 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 واحد خلاص انت خلاص خسرتوا الفريق الاصفر هو اللي كسب معانا علشان الاستاذ عمرو مش قادر يتحرك خالص جدا يلا نخش على التحدي اللي بعده على طول على التحدي التاني اللي معانا النهارده وانا بموت في اللعبه دي طبعا اللعبه دي حضراتكم كلكم هتشاركوا فيها هنشوف بقى مين من انهي اسره اللي هيوقع البرج ده انتوا عارفين اللعبه صح طبعا هنبتدي بقى بالابهات مبدئيا بس عايزه اقول لكم على حاجه الارض دي مهم جدا ان احنا ناخد بالنا منها وهي في البالانس بتاعها لما تبتدي تصعب واحنا رايحين واحنا راجعين ده عشان انا طيبه بقول لكم بس كده مش هتلف خالص بس يلا يا بابا بيبي ستيبس يلا بابا الاول بابا الاول خليك انت بقى كده ايه راقبه هو الاول يلا واحد واحد احنا مش ناقصين واحد واحد تعالى كده ماشي يلا الله على التأني يا بابا برافو مصطفى برافو مصطفى ارجع مكانك يا مصطفى تعالى يا عمرو مهندس بقى مهندس طيران بقى ايه يا باش مهندس جه دمر القاعدة برافو يلا يا ماما ايه يا بابا عجبتك ماشي تعالي كده تعالي بصي دوري ماما هنا ماما اللي بابا عملها بقى في الجنب التاني لا 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 ما تطرقش اطوعيني يا ماما يا قفشه ما ايه يا ماما ايد واحده ايد واحده قفشه فيها ليه خلاص هي قفشه ما لازم تطلعيها يعني نسمع كلام الزوج الصالح في الوقت ده ماما يلا يا ماما ما توتروش ماما ما توتروش ماما انت عندك بنات غير اولاد غيرهم ماما قاعده مع اولاد بس في البيت ودي حاجه صعبه فبالراحه عليها لا لا ماما ايه يا ماما ده ايه يا ماما انا لسه معاكي انت ليه مش عايزه ايد واحده الله 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 شكلنا هنخلص بدري ولا ايه يا جماعه عملت انت حركه يا باشمهندس قتلت الموضوع لا لا جنبها برافو ماما خلي بالك وانت راجعه دي نصيحه وانت بتحطيها دي نصيحه تانية برافو ماما يلا تعالي انت مالك ولا يوسف يلا يوسف مش الام الاطفال ولا لا اوكي ايه اسم العيال جايالك والله اللي جاي على طول ماشي ركز يا يوسف بس انا ممكن عمرو ممكن يساعده بابا يقول له مين؟ عمرو يوسف بص لا 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 ما حدش يساعده ما حدش يوسف قادر تعالى كده يوسف تعالى كده تعالى كده يوسف يلا ايه بالراحة يا يوسف بالراحة يا يوسف قلت لك اتحرك بالراحة بس امشي يا يوسف ربنا امشي بالراحة يا دي اتعوجت اوف دي بقت صعبة قوي بقى فيري كريتيك انا ضيعتها خالص بالراحة يا يوسف بالراحة يا يوسف ما توتروش يا جماعة ما توتروش أنا متوترة أنا متوترة أنا طه صح يا يوسف خلي بالك وأنت بتحطها لسه 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 ما خلصناه لا العكس يا يوسف العكس العكس يعني بالعرض 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 كده لا يا حبيبي لا 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 كده زي ما أنت كده هنا يلا أنا مش هساعدك بالراحة يا يوسف أنت بتحطها وبالراحة وأنت راجع ماشي انا تعالى يا احمد استنى يا مالك استنى احمد احمد ايه ده بالراحه يا احمد بالراحه يا احمد انتوا ايه يا احمد الثقه بالراحه برافو بالراحه يا احمد وانت راجع وانت راجع بص تعالى من هنا تعالى من هنا برافو يا مودي ماشي ماما ماما بقى معلش ماما ماما تاني ماما ما لعبتش اصلا استنى يا اسراء يا اسراء عايز تلعبي يا اسراء العبي يا اسراء هيبقى منظرك صعب قوي يا اسراء لو انت لعبتي يا اسراء ايوه يا ماما طب شجعوا ماما ايوه شيليها شيليها يا ماما شيليها يا باشمهندس بالنسبه لايه؟ الله ثقه الباشمهندس واثق في زوجته عارف انها واحده بس ايه رايك؟ ماشي يلا محمود بالراحه محمود قوي بالراحه قوي بالراحه قوي يا محمود يلا محمود مش باين من البرج اصلا ايد واحده محمود ايد واحده معلش محمود معلش يلا ايد واحده ايد واحده ايوه برافو ايد واحده زي ما انت كده
برافو. بالراحه يا محمود، بالراحه يا محمود. ايوه برافو. استنى برافو يا محمود، انا اللي ماسكه ايدك كده. ماشي بالراحه. تيك ات سلو يا بيتك. ايوه انا بص، ما هو انت ليه بتلف وانتوا ليه بتطوفوا؟ تعالى من هنا. انا عشان بتهز، ما هو كله بيتهز. مالك مالك بالراحه بالراحه بالراحه. معلش يا مالك انا شلتها لك. ايوه ايوه برافو. خلي بالك وانت بتحطها وانت راجع. الموضوع ابتدى يصعب جدا وانا ابتديت اتوتر جدا. انا عاجبني قوي ان انتوا بتمشوا كده. يلا يا بابا. لا بابا انت فعلا. انا بالراحه يا بابا. الموضوع بقى في قمه الصعوبه، قمه الصعوبه والله. بابا شكله، بابا شكله يا ترى هيوقعها. يا ترى يا ترى يا هل ترى هيوقعها ولا بسرعه جدا جدا جدا. هنرجع لكم تاني على طول. وجينا بقى لحد اخر تحدي معانا في رحلتنا النهارده. بس شوفوا بقى احنا مقضيين وقت قد ايه مع بعض، وقاعدين بنلعب من الصبح، والرحله بتاعتنا مليانه حاجات كتيره جدا جدا. ولسه مكتشفه دلوقتي حالا ان مش بس مالك ويوسف اللي توأم، ده محمود واحمد توأم. انتوا ايه مخبيين على المعلومه دي من بدري ليه؟ يعني محدش بيصدقنا بقى. محد، انا مش مصدقها لغايه دلوقتي، ما عشان كده انا عديتها. يعني ما كانتش، يعني انا بتلخبط بين يوسف ومالك ومفهومه. ماشي حلو قوي الكلام ده. يعني انتوا الاثنين عندكم اتنين، انتوا الاثنين توائم بقى كده صح كده؟ ماشي. بتحسوا ببعض وبتاع؟ بنحس ببعض. اوكي. طب عارفين هتعملوا ايه دلوقتي؟ عارفين. كل حضرتك بتقول لنا خطوه، كل خطوه انت حضرتك بتقول لنا. كل خطوه لما تقول لنا نفرقع البالونه. لا انت هتفرقع البالونه بس مش هتتحرك من مكانك. غير لما اقول لك اتحرك من مكانك. اوكي؟ اوكي. جاهزين تشجعوا؟ ريدي ستيدي اند جو. يلا محمود. يلا يا مالك. لا لا انت يلا يا مالك كمل كمل. لازم تتحرك. ما تحركش مكانك. حاسس بحركة. برافو. اللي بعده اللي بعده. برافو. اتحرك خطوتين يا مالك. خطوتين يا مالك بس يا مالك. يلا 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 يا محمود. يلا ايوه خطوتين تانيين. يلا يا مالك ارجع مكانك يا محمود. ارجع مكانك. برافو. يلا يا محمود. مالك لسه مالك. لا هات يلا دلت هاتهم. يلا رفل هنشوف وارجع مكانك. يلا يا يلا ارجع مكانك. ارجع مكانك محمود. ارجع مكانك ومالك. ارجع مكانك. الله. يلا خطوتين 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 يا محمود. بس كده مالك. ارجع مكانك. ارجع مكانك. يلا برافو برافو. لا انت لا انت زي ما انت. ايه ده؟ الله يا هتحرك خطوتين. انا اسفه. يلا 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 يا محمود. خطوتين مكانك مكانك. برافو. خطوه كمان مالك. ارجع مكانك. خطوه يا محمود. برافو. اهو خطوتين هنا. اهو خطوتين هنا. يلا بصراحه كانت شطاره حلاوه طعامه. الاثنين عملوا اللي عليهم. يلا بينا على طول نروح نشوف بقى هيعملوا ايه في البلاي ستيشن. جينا بقى للبلاي ستيشن، واللي قرروا ان هم يلعبوا بلاي ستيشن النهارده معانا الاستاذ احمد والاستاذ يوسف. وهنشوف بقى كل واحد اختار فريق ايه. هتلعب بايه يا احمد؟ ليفربول. يا ولد دايما حد يختار ليفربول عشان في المضمون، واحنا قلبنا بيروح مع محمد صلاح. وهنشوفه ربنا يستر بقى. هتلعب بايه؟ تشيلسي. تشيلسي واثق. تحب انت تشيلسي؟ ها بحب تشيلسي وليفربول برضو. عشان صراحه انا مش بفهم في الكوره، لكن انا بعرف العب فيفا. اوكي. انت اصلا مش يعني مالكش في الكوره قوي يعني؟ مش مشجع يعني. انا ليه في الكوره؟ انت ليك بقى كتير. أوكي. انا بحب بس اتفرج على ضربات الجزاء وبس. والله وانا. طب يلا بقى نبتدي على طول الماتش ونشوف ربنا يستر.
ليفربول لابس اصفر، تشيلسي لابس ازرق، وداخلين بحماس رهيب عظيم فظيع. ايوه نسمع الكلام كده. مين اللي بيقول باصي؟ وانا وبابا. مين اللي بيقول باصي؟ ايوه محمد صلاح. انا عارف محمد صلاح اول ما بيظهر بنبقى عندنا توتر لا ارادي. خطر. ليفربول من ناحيه الشمال. اوبا اوبا. ايوه بقى يا تشيلسي. حلوه قوي اللي بيحصل ده. ده الله. خطر. مين اللي ما يوترش مين؟ الله. مين اللي ما يوترش مين؟ انا توترت والله. يلا بينا. يلا العب. في روح جماعيه وده حلو قوي. بينيه اوبا. في الجديد ده بقى ولا ايه؟ ايوه ما تفوتش عليه. يلا الحمد لله. تكفيك الحاجات. ليفربول يا بابا استنى زين. يا ماما توترني. حلو. ايوه يا صلاح. ايوه يا صلاح. في خطوره بقى. في صلاح في خطوره. ايوه بقى. يلا ليفربول بقى. ليفربول حاسس ان هو لازم يفوق. بيسيطر على الملعب لكن الباصيه قويه قوي قويه. ايوه خدت الكوره. ليفربول بقى بيسيطر. ايوه تشيلسي بتعمل ايه يا تشيلسي؟ نفسي اعرف. تضيع وقت ولا ترقص؟ تكنيك وتكتيك ولا بنلعب؟ اوبا والله ممكن تيجي. حلو قوي. خطر. يلا شوت يا ابني. شوت يا ابني. والله انا مش عارف ازاي بشوت. معرفش ازاي. تشوت ازاي بشوت؟ ازاي بيشوت؟ ازاي بتشوت؟ ازاي بشوت؟ ليفربول في نص الملعب. ماتش في منتهى الغرابه. ماتش في منتهى العجابه. الشوط الثاني بقى عايزين بقى حماس في الشوط الثاني. اي جون من اي فرقه يا ابني؟ لا يلا ضربه البدايه مع تشيلسي. تشيلسي قلبت يا يوسف. يلا يوسف من الناحيه الثانيه. من الناحيه يوسف احنا بدلنا. احنا الشوط الثاني. ايوه الناحيه الثانيه يا حبيبي. يا ابني لف يا ابني. احنا يلا ليفربول عشان بيتلكف. ليفربول بقى محمد صلاح ده ولا ايه؟ يلا يا احمد بقى. يلا يا احمد بيكتب الكره تاني. يلا حلوه يا ولد. حلوه قوي القطعه. الله نسخن بقى. بنشوط. بس حلوه محاوله. اي حد يشوط. شويه تركيز بقى ندخل اي جول عشان خاطر بتاع البرد اللي قاعد عشان بيجري. يلا ماني بيقطع كوره. ماني يلا 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 بنقطع ولا ايه؟ محمد صلاح معاك كوره وده خطر. هنجومه يا محمد يا صلاح يا فخر العرب. 1-0 ليفربول. اي احمد ضد يوسف. فرصه ايه؟ احنا لسه مكملين الماتش. يلا عندك فرص يا يوسف. لسه الشوط ما خلصش. الكوره مع ليفربول. يلا يا موتي. بتاع تشيلسي. حلو يا تشيلسي. ايوه يا تشيلسي. ركز يا تشيلسي. والله حلو. حلو قوي المناورات. جميل قوي قوي. لا ليه؟ ايوه ده صح يا يوسف. انت صح. انت صح. ليه لما بنيجي جنب الجون بنتوقف؟ يلا يا موتي. يلا ايه ده بقى؟ فين الكوره؟ اوبا. الكوره مع مين؟ الكوره مع ليفربول. الكوره مع ليفربول. تسالني سؤال يا يوسف ما اقدرش اجاوبك عليه. الكوره مع ليفربول. يلا ايوه الكوره مع ليفربول. هجيب جول. تشيلسي. ايه ده؟ هو انا ما اعرفش مين. انا نفسي اعرف بتباصي مين. طب انت بتسال نفسك ليه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. فعلا محمد صلاح بيعمل اوت. وليفربول بقى ايه؟ قاعد مطمن جايب جون وتمام قوي. بس عايزين نجيب جون تاني. كافينيو. كافينيو يا يوسف. حلو قوي. حلو قطعتك. حلو قوي والله يا يوسف. قطعتك يا ابني. قطعتك حلوه قوي يا يوسف. يلا يا مودي. ما انا بقول لك انباصي. هنباصي مين ولا مين؟ عندك يمين عندك شمال. لعيبه ما شاء الله. نباصي بقى انباصي. يا ابني شوت يا ابني. شوت يا ابني. فين اللعيبه؟ مش ممكن. ليفربول. ممكن تقولوا لي يا جماعه انا سايبه شوت يا ابني بالاكس؟ والله العظيم انا بعرف. ساعه بيقول لك بالاكس. ازاي انا مش عايزه باص يا ابني؟ ما هو ما انت بتشوط بنفس الرجل اللي بتشوط بتباصي. امال انا شوت ايه يا ابني؟ دخلت كمان. ايه ده بقى؟ كرة مع مين؟ كرة مع مين؟ ليفربول؟ حلو شوت. حلو تشيلسي. يا ابني انا عندي سؤال. انت بتسال مين؟ انت بتباصي لمين؟ بس اعوذ بالله من الشيطان. يلا ركز. هوبا تشيلسي. ده جونك. شوت يا يوسف. يلا يا يوسف بقى. يلا بقى لو حد ضغط هتبقى خطر. برافو. والله العظيم جميل. حلو قوي ده. حلوة. والله الروح عندك جميلة يا يوسف. فاكر ركز. ألونسو.
هلانتي بيدور على لعيبه. ايه ده بقى ده؟ يلا هلانتي انت معاك كوره. حلوه دي حلوه دي فيها فيها والله. يلا نختم. كانت فرصه كانت فرصه للتعادل. يلا لسه في فرصه لسه. كانت فرصه حلوه كانت فرصه حلوه. معلش معلش كانت فرصه حلوه وتتعوض. يا ترى هنختم بواحد صفر ولا هنتعادل ولا يلا موت ولا اللي هيحصل تقريبا دي اخر هجمه. ده بسيطه جدا دي رجعه بالغلط. يمكن نتعادل يمكن نتعادل مفيش حد واقف هنا مفيش. ارجع يلا ورا هتدخلها في نفسك. ايوه يلا معاك ليفربول ثواني ونخلص. لازم تشيلسي يضغط عشان نجيب اثنين. اضغط يا تشيلسي قدام يا تشيلسي. انت بترجع الجول وتكون بيقلش. احنا بنضيع وقت احنا بنضيع وقت يا ابني. انت خسران اللي بيضيع وقت ده اللي كسبان. مش عايزين نضيع وقت. بسم الله يا حبيبي ان شاء الله خير يا رب. يا ساتر يا رب فعلا الاعصاب تعبت. اخر فرصه اخر فرصه وشكل حكم صفر. مبروك ليفربول جول مع فخر العرب محمد صلاح. خلصنا بلاي ستيشن واحمد هو اللي كسب البلاي ستيشن. تعال نشوف ايه اللي بعده على طول ونروح نكمل لعبنا وحاجاتنا الحلوه كلها في رحلتنا السعيده. عندنا الاربع ولاد هيلعبوا. عايزه اقول لكم ان كل فريق عارف بقى احمر واصفر. وانتوا بقى جزء من اللعبه دي ان كل واحد هيبقى بيلعب بالدور لوحده من غير لما ابقى ايه بفكركم. علشان اللي هيلعب في دور مش دوره هنخسر. جاهزين؟ جاهزين. عارفين نعمل ايه؟ عايزين نكون صف واحد اربع كور. أوكي. يلا الفريق الاحمر يلا بسرعه. برافو يا يوسف. ماشي الفريق الاصفر. فريق بقول الاصفر. مش انا دوري. انا المفروض انا دوري يا حبيبي. دورك بعديه لما يجي عليك. برافو. اول واحد احمد. يلا الفريق الاحمر دور مالك. يلا يا مالك دخلت برضو. برافو. يلا محمود فريق الاصفر. يا حبيبي ما هو مره ومره. فريق الاحمر يلا ماشي. فريق الاصفر احمد ماشي. فريق الاحمر ايوه انت. ما هو انتوا بقى تعرفوا ان حضوركم بقى. برافو دخلت الفريق الاصفر. برافو الله في تعاون فظيع. فريق الاحمر سيبها يا حبيبي عندك كور جنبك. هنلب في الاخر. الفريق الاصفر احمد جاهز يلا. برافو جدا جدا جدا. يلا الفريق الاصفر احمد. برافو. الفريق الاحمر مالك 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 يلا. برافو. الفريق الاصفر يلا محمود. الله يا محمود بنصطاد عصافير. الفريق الاحمر برافو كده. احنا فين؟ محدش لسه كون حاجه. محدش كون حاجه. الفريق الاصفر برافو. احمد مركز. الفريق الاصفر مركز جدا في الادوار. الفريق الاحمر دور مين؟ انا. برافو. شفت بقى مش مركز. يلا ايوه. ها ها راحت فين؟ حلوه قوي قوي الكلام ده. فاضل لكم كره واحده هنا. الفريق الاحمر. الفريق الاصفر حاول تقطع عليهم يا احمد. على فكره ده دور. ماشي معلش. اللي جايه اللي جايه اللي جايه يا يوسف. استنى الفريق الاحمر. ماشي فريق الفريق الاصفر يوسف قصدي. مفيش تشجيع كده يا جماعه. الفريق الاحمر دوري انا دوري. لا استنى بقى. يلا 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 معلش حصل خير وبرده ما عندناش حاجه. الفريق الاصفر ها دور مين؟ الفريق الاصفر احمد يلا. الفريق الاحمر يلا يلا حبيبي محمود سيب يلا مالك يلا ايه دخل. والفريق الاحمر هو اللي كسب في كونكت فور. برافو جدا 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 جدا. شطاره وحلاوه وطعامه. يلا بينا نسمع حدوته حلوه جدا 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 من حواديت يحيى وكنوز. بيكي أصحابي دلوقتي بالون هيخضنا ويطير في مغامرة جديدة مع يحيى وكنوز وسينو عن رسامين الكاريكاتير في مصر القديمة. يلا بينا نستكشف. سينو سينو قول لنا مبروك. خططيني يا كنوز. بعدين أنا قبل ما أقول مبروك لازم أعرف على إيه مبروك. أنا
ويحيى جبنا درجات حلوة في الامتحان. يا سلام يا ولاد فرحتوني، تعبي معاكم ما ضاعش على الفاضي. طبعا يا سينو، لكن ماما دورها أكبر بكتير. ماما بتذاكر لنا دروسنا وتحضر لنا هدومنا وتتابع معانا كل حاجة ليها علاقة بحياتنا. إحنا تقريبا ما بنعملش حاجة غير لما ناخد رأيها. طبعا دور الأم ملوش مثيل في حياة أي إنسان. قولي بقى يا سينو، أنا كان عندي بحث السنة دي عن فن الكاريكاتير، وعرفت معلومة غريبة قوي، وهي أن المصريين القدماء هم أول ناس عرفوا الفن ده واستخدموه. كاريكا كار 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 كاريكاتير، أنا عمري ما سمعت عن الفن ده. طيب تعرف يا سينو فن الرسوم الساخرة؟ أيوة طبعا، هو ده في زمانكم اسمه كده؟ أيوة، الرسوم الساخرة في العصر الحديث اسمها فن الكاريكاتير. طبعا المصري القديم له تاريخ طويل في فن الرسوم الساخرة، استخدمها هو الأول، وبعده عرفوا الإغريق، وبقت جزء من حضارات تانية كتير. بعد ما خلصت البحث وبابا ساعدني فيه، عرفت إن الكاريكاتير مش مجرد رسمة وخلاص، بالعكس ده ليه أهداف وأنواع فنية مختلفة. اللي أنا فاكرة كويس إن من أهم أهداف فن الرسوم الساخرة هو توصيل الفكرة عن طريق رسمة مضحكة بسيطة للناس، وده فعلاً كان الهدف على مر العصور وحتى عند شعب كيميت. المصري القديم عبر بالرسم الساخر عن همومه وأفكاره وأوضاعه الاجتماعية. تخيلوا يا ولاد إنه قاوم الاحتلال بالرسوم الساخرة، تخيلوا؟ رسموا على البردي وعلى الفخار، وطبعاً نقشوا على جدران المعابد، ومن النقوش اللي عبر بيها الرسام المصري القديم عن كرهه وسخريته من الاحتلال لملكهم وجيشهم على هيئة ملك من الفئران على عجلته الحربية اللي بيجرها الكلاب وبيهاجم حصون مصرية. تقريباً الفار كان رمز للخوف عند المصريين القدماء، استخدموه كتير في رسومهم الساخرة مش مرة بس كده وخلاص. والرسوم دي كانت في عهد ملك معين أو أسرة محددة؟ لا 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 يا يحيى، الرسوم دي كانت منتشرة في عصر الدولة الحديثة والعصر المتأخر كمان، وتحكم بعض الأجانب في حكم كيميت، وده اللي ظهر في رسمة على بردية ظهر فيها مجموعة من القطط بتخدم فارة قاعدة على كرسي الحكم، ودي كانت إشارة واضحة لسيدة أجنبية كانت متحكمة في أمور كيميت وقتها. دي مدرسة من مدارس فن الرسوم الساخرة، لكن في الحقيقة هو عبر عن كل الأوضاع اللي مش عاجباها في المجتمع عن طريق الرسوم، ومنها رسمة الفنان المصري القديم لحيوان ضخم يشبه كده فرس النهر، وهو فوق شجرة وقصاده نسر واقف بيحاول يوصل لنفس الشجرة بسلم. وفي رسمة خدت شهرة واسعة في كيميت بتصور أسد بيلاعب جدي لعبة الشطرنج، وبيحرك الأسد حركة وهو مبتسم ابتسامة ثقة عشان عارف إنها خلاص النهاية. كده يا سينو بقى نقدر نقول إنك فعلاً بتساعدنا في المذاكرة. يا سلام يا سلام يا سلام، شكراً شكراً يا يحيى، أنا عارف إني أنا عبقري. وهنقول لماما كمان إنك بتقول إن أنت السبب في الدرجات الحلوة اللي جايبينها في الامتحان. لا لا يا كنوز، اوعي تقولي لها كده، ممكن تزعل مني وتبطل تعملي وصفات الأكل اللذيذة اللي بتعملوها في العصر ده. رحلة سعيدة. وبعد ما شفتوا حكاية النهاردة قولولي بقى ايه رايكم يا اصحابي؟ جميله قوي. انتوا عارفين كمان ان في رسامين كاريكاتير مهمين قوي زي صلاح جاهين ومصطفى حسين وجورج البهجوري وغيرهم كتير. بس صلاح جاهين مش كان بس رسام، كان شاعر كمان. ايوه عندك حق، بس دلوقتي خلصت حكايتنا، استنونا في حكايه جديده ورحله سعيده.
الله المطبخ وجمال المطبخ. واللذيذ بقى ان انا النهارده معايا اربع شباب بس كلهم محبين للمطبخ جدا وشكلهم شيفات صغيرين وبيساعدوا مامتهم وباباهم في البيت. صح؟ صح. تعملوا اكل يعني استاذ كتير. استاذ احمد شكله شيف خطير. تعالى كده نعرف بقى تعمل ايه احسن. بتعرف تعمل ايه في البيت يعني؟ اعرف اعمل حاجات كتير. زي ايه يعني؟ اديني اكتر حاجه انت جامد فيها. مكرونه. حلو. فشار ومكرونه. انت بتعمل ايه؟ بعرف اعمل توست بالجبنه. حلو قوي. بعرف اعمل ايس كريم اوريو. يا ولد. بعرف اعمل كيك. اوكي. بس كيك اوريو برضو. ماشي. اللي هو مش في الفرن يعني. حلو قوي. حلو قوي. ماشي اوكي. انت يا محمود بتعمل ايه؟ بعرف اعمل بانكيك وكيك ياتي. احنا بنساعد ماما. وانت بتعمل ايه؟ باكل. وانا كمان بعمل كيك. وانا بعمل اكل. ان شاء الله هعمل اكل على الاير فراير. ان شاء الله نفس الاكل بتاع اخويا بالظبط. نفسه هو هو. طب ايه رايكم اعلمكم النهارده حاجه بسيطه جدا سهله جدا جدا لذيذه ومفيده ينفع نساعد بيها ماما؟ ينفع تبقى سلطه، ينفع تبقى وجبه كامله كغدا، وينفع تبقى وجبه كامله كعشاء. ايه رايكم نجرب كده نعلمكم الحاجات؟ عندنا النهارده سلطه الفراخ بالمكرونه او باستا تشيكن باستا. دي تشيكن باستا سالاد. وعندنا عصير طبعا انا وفريش ولذيذ نعناع وليمون وتلج وحاجات تروق الاعصاب محتاجينها. حاجات كتيره. شباب العصير جاهزين؟ جاهزين. عارفين هتعملوا ايه؟ طبعا هنخلط الحاجات دي في بعض. مش مستاهله بس المفروض ان انتوا بقى كل واحد هياخد كوبايه كده ونخلطها بقى. ايه عارفين كل واحد يحط نص. ده ليمون وده نعناع فريش وده تلج. فاحنا هنحط بقى شويه تلج شويه ليمون وفوق الوش شويه نعناع وشويه ليمون من ده. اوكي يلا رتبوا. تعالوا احنا بقى نشوف هنا هنعمل ايه يا شباب. تعالوا لي كده عشان احنا ما بنستخدمش النار. فاحنا هنعمل ايه بقى؟ انا اللي بستخدم النار. ايه ده؟ مش هينفع الاطفال يستخدموا النار لكن هينفع تساعدوني. ايه رايكم نحط بقى اول حاجه؟ اول حاجه هنحطها على النار ايه؟ الطاسه بتسخن. هنحط الزيت بتاعنا اول حاجه. يا سلام لو زيت زيتون يبقى احلى وافيد 100 مره. لا انا اللي هحط الزيت برده. الزيت ايه؟ الزيت انا اللي احطه او ماما اللي تحطه؟ الزيت انا اللي احطه او ماما اللي تحطه؟ اوكي. حطينا شويه زيت حلوين قوي علشان المكرونه بتحب الزيت. اوكي. هنحط ايه بعد كده يا ربي؟ تعالوا نحط المكرونه. ينفع تحط اللي جاي؟ ايه رايك؟ معلش عشان المكرونه طبق كبير وخطر على النار واول نازله على النار. مقص؟ لا مفيش مقص. عايز مقص ليه؟ بايديك بقى يا حبيب. نتصرف كده. حلو جدا. نحط شويه مكرونه. حلو كده كفايه مكرونه كده. ايه رايك تحطها تحت وتساعدني؟ محمود تعالى ساعدني هنا يا محمود. تحت هنا الدرج بتاعنا. اوكي. ودي مش معانا في الباسكت على طول. انا عايزه مقص. حلو. معانا مكرونه. هنحط ايه بقى بعد المكرونه او الباستا بتاعتنا؟ نجيب بقى شويه مثلا خضار عشان الفوايد. يلا خضار. عندنا فلفل الوان. لا هنحط فلفل الوان. حط شويه فلفل الوان حلوين. الله يا ملوكي. حلو قوي كده. ممكن حبه كمان عشان الفايده. كل ما نحط الوان اكتر في السلطه الباسكت وراك كل ما الدنيا تبقى جميله. حلو قوي. حطينا الفلفل الالوان. حطه تحت. خلصنا اللي خلصوا نحطه على طول تحت. حلو. نحط ايه كمان يا اولاد من اللي موجود عشان يلحق يسيح؟ بقى كل تشيز. تشيز. عندنا نوعين جبنه. دي جبنه ايه؟ دي موتزاريلا. اوكي. ايوه. انتوا العصير عاملين ايه؟ حلو. حلو قوي. ماشي. حطينا يا محمود انت اللي هتحط الجبنه الجايه. حطينا شويه موتزاريلا عشان تبقى بتمط كده وتبقى لذيذه قوي وهي سخنه كده وفريش. وتعالى يلا حط انت ده. تعالى انت حط الجبنه الثانيه تشادر. يلا خلاص حطها. يلا هنعمل كده. برافو يا محمود. ثانك يو والله. انت بتساعد ماما كده في البيت صح؟ وبتشيل بقى وراك وكده. انت بصراحه اكتر واحد من اول الحلقه محافظ على قاعده ان احنا بننظف ورانا بصراحه يعني. حق يقال يا جماعه. حلو كده كفايه كده تشادر. نقلب بقى عشان ايه؟ في ابداعات بقى. في ابداع بقى. الله. شامين الريحه صح؟ شامم الريحه. ابتدينا نشم الريحه. طيب ماشي. نعمل ايه كمان؟ مش هنحط الخس على النار. مش هينفع نحط الخس على النار. هنحط. انا احط؟ لا. كم معلقه سكر؟ لا ده ماء. سكر؟ ملح. تفتكر هنحط سكر؟ انتوا حطيتوا سكر عندكم في العصير؟ ماشي. ما عندكمش سكر. عارفين ليه طبعا؟ عشان افيد. لا ما انا بقول لكم ان انتوا ما عندكمش سكر.
ماشي ممكن تحط ايوه عندكم سكر ممكن معلقه واحده مش كتير ايوه يا حبيبي برافو هنحط هنا معلقه معلقه ملح طب مين عارف فايده الليمون ايه اللي بيعملوا العصير هناك فايده الليمون بالنعناع ايه مين عارف محدش عارف مين فايده الليمون والنعناع ايه محدش بيجاوبني خالص محدش عارف اي حاجه شويه فلفل بقى ممكن انا اللي احط الفلفل برضو ارجوكم لا انا احط ها محدش عارف محدش فيكم عارف بجد فايده الليمون والنعناع ايه فايده الليمون والنعناع هما بيهدوا الاعصاب حلوه قوي وايه كمان ولا الليمون فيه ايه فيتامين ايه فيتامين سي فيتامين سي فيتامين سي بيعمل ايه بيخلي انرجي وكمان بيقوي المناعه عشان ما يجيلناش برد في الشتاء ولما بيتحط عليه النعناع النعناع بنحطه ليه انا هقلب هنا كمان شباب العصير انا عماله بسالكم بنحط النعناع ليه عشان يبقى طعمه حلو عشان يبقى طعمه حلو طبعا وعشان كمان يروق الاعصاب ويسهل الهضم كمان ريحه البق بتبقى جميله بقى ماشي وريحه الاكل جميله وقمر طب فين بقى البوله ماشي الاولى البوله البوله دي يلا انا هحط يلا تعالوا نحط بقيه المكرونه هنا هو اللي يحط وانا احط الفراخ استنوا بقى يلا الشباب اللي هنا ايه اخباره انت اللي تحط المكرونه انا هحط المكرونه بص بقى وسع لي بقى سن وسع لي سن تيجي تاكل كل وسع لي سن ايه يا شيف مالك طب اقفل البوتاجاز يا شيف مالك عارف ازاي صح شكرا يا محمود يلا انتوا بتدلقوا العصير ولا ايه ولا بتدوقوه دلوقتي المفروض هنعمل الفراخ ايوه لا قبل ما نعمل الفراخ بقى عشان تبقى سلطه حلوه ايوه برافو يا محمود ثانك يو والله قمه في التعاون حلوه قوي قلبوا طب شويه هنا قبل ما اروح اشوف العصير اخباره ايه وبعدين اقول لكم هنعمل ايه بعد كده يلا حلوه قوي كده لا مش كده بديك حد يمني فيه ولا لا استنى ايه اخبار ايه اخبار العصير يا شباب اتفضلي دول وروني بقى ايه ده انتوا بتعملوا كده في البيت لا لا ما يبقى هننضف بعد ما نخلص ماشي ده كمان عملوا زينوا انا بوظت لك الليمونه دي انا اسفه بس عندك ليمونه ثانيه يلا ده صلحها عندنا كده عصير جاهز وظريف ومتضايق عايزين بقى ننضف مكاننا عقبال ما نروح نشوف السلطه اخبارها ايه يلا انتوا ايوه امال مين يلا بينا يلا المناديل بتاع اهي النهارده هنقول لكم يا جماعه وصفه المكرونه معاكم مناديل يلا احنا بقى اخبار السلطه بتاعتنا ايه بقت جاهزه حط دي في الباسكت بص بقى احنا ما بنحطش الخس على النار احنا بنحط الخس في الاخر كده اهو على الوش وبعدها بقى هنعمل ايه لا المكرونه بتاعتنا جهزت هنحط بقى تعالى تعالى هنحطها كلنا تعالى بس خلاص يا محمود احنا مش عايزين دي نضفوا نضفوا انتوا يلا هنبقى نزوق بقى كده بصوا بقى كده نزوق يلا حطوا معايا تعالى يا محمود استنى زي ما انت انا جايه لك يا مالك يلا يلا لا نعملها بقى كده ايه حركات نزينها نزينها هي مستويه جدا اصلا مستويه خالص لا تبيت المكرونه دي احنا انت عارف ازاي الفراخ بتتعمل متبلينها وحاطينها على النار مش اي حاجه خالص الفراخ دي متبله ملح وفلفل وكمون وليمون وحاطينها على النار بزيت خفيف وبعدين بقى ما طلعت الفرخه قطعناها صغنن جدا وهنحطها اهو على السلطه وبكده نبقى جهزنا السلطه بتاعتنا والليمون الحلو بتاعنا الشباب بيكملوا تنظيف في المطبخ واحنا بقى احب اقول لكم ان احنا بكده نبقى وصلنا لنهايه رحلتنا النهارده بس لسه عندنا اغنيه حلوه قوي 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 هنروح نغنيها ونقول لكم بعدها باي باي تعالوا نذوق يا ولاد